نهار السبت ب 18 حزيران 2016 قامت جمعية تشاريتي دونيشن بغدا لتكريم الختيار بدار السعادة للمسنين بكسارة. توافدوا المحبين للمشاركة بهذا الحفل. كنت اللفتة لحضور الفنان زين العمر والشاعر طوني أبي كرم، مؤلف ومؤدي أغنية الختيار اللي بتحكي عن أهمية المسن وكيفية تكريمه. فبلفتة صغيرة للمسن يمكن أنه نعطيه روح الحياة، فمنبعث له الإيجابية والفرح والأمل. فالشكر الكبير لكل المشاركين والداعمين والمساهمين، لأنه المساعدة حتى لو كانت صغيرة عم تعمل فرق كبير. It's possible.